هل تولد بيروت جديدة من رحم هذا الدمار؟ هذا ما يتوق إليه اللبنانيون حالياً. الكل يمني النفس برؤية العاصمة تستعيد ألقها الذي خطفه انفجار ماحق، ما يعادل 2750 طناً من نترات الأمونيوم حولت القسط الأكبر من المدينة إلى ركام وأحزان. فاجعة أتت في ظل وضع اقتصادي صعب تمر منه البلاد ووسط جائحة صحية أربكت العالم. يعني الظروف اللي عم نعيشها نحن كلبنانيين قبل هالانفجار هيدا ظروف صعبة كتير، ظروف الوضع الاقتصادي المالي، ظروف الكورونا، الحياة اللي عم نعيشها، الوضع المأساوي في لبنان، ظروف صعبة كتير. والانفجار مثل ما انك شايف يعني صار فيه دمار كتير والعالم خايفين جدا وناطرين نشوف يعني كيف بدنا نرجع، كيف بدنا نرجع يعني نعوض اللي راح، الخسارة اللي راحت، كيف بدنا نرجع يعني كيف بده يرجع الاقتصاد، ناطرين. بعد الانفجار تغيرت يوميات كثيرين هنا، كثيرون تطوعوا في خدمات الإغاثة والتطبيب وحتى التنظيف، فيما يتحسر آخرون على مآل اللبنانيين مستحضرين ذكرياتهم قبل الحادث المأساوي. نفسيا نحن مدمرين، مش على الحجار وعلى القصص اكثر ما هو الذكريات، هول القهاوي اللي كنا نقعد فيهم، المطاعم اللي كنا ناكل فيهم، المطاعم ما كنا نتلاقى مع اصحابنا، فهول مش بس حجار ومش بس بنايات عمرها مئات السنين. يعني شارع مار مخايل والجميزه هو من اقدم الشوارع الموجوده بلبنان، مثل مدينه جبال وسور وصيدا، فزعلانين على الذكريات. عائلة مشردة وأطفال بلا مأوى وجرحى في المستشفيات، صدمة كبرى لها ارتدادات تتعدى العاصمة إلى كامل البلاد. ورغم تعقد الواقع يبقى الأمل في أن تتوحد جهود الجميع هنا لاحتواء الأزمة الاجتماعية والنفسية التي خلفها الانفجار. يكاد اللبنانيون ممن تصادفهم في الشارع يتفقون على أن تجاوز تداعيات هذه المأساة لن يكون سهلا، لكنهم يمنون النفس رغم ذلك بغد مشرق للبنان. لبنان ما بموت، اسمه الفينيقيين، نحن طير الفينيق، يعني نحن منرجع منخلق من الجمرة، منخلق منرجع منطير ومنحلق. لبنان كانت always رائد بالشرق الأوسط ورح يضلوا، لأنه اللبنانية ما بيستسلموا. بالرغم من كل الأشياء اللي عم بتصير بلبنان، بس أنا أكيدة أنه الشعب اللبناني قوي واللي مرق عليه كتير صعوبات وضلوا واقف على إجري، ونحن يعني حنكفي المسيرة وحنكون إن شاء الله نرجع مع بعض متفقين ونقدر نعدي هيدي الأزمة ويرجع لبنان ينهض، لأنه اللبنانية بتعرف شعب جبار بيحب الحياة. وبينما يتطلع اللبنانيون إلى تجاوز محنتهم الحالية، لا تزال أسباب الفاجعة التي حلت ببيروت موضع تساؤلات وفرضيات وتحقيقات، في وقت بلغ عدد ضحاياها إلى الآن 200 قتيل وأزيد من 6000 جريح. هنا بساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت لم تزل الفاجعة حاضرة بكل قوتها ووقعها في بقايا البنايات المتضررة وفي وجوه السكان. وما بين انكسار وأحيانا بأمل، يتوق اللبنانيون في رؤية عاصمة جديدة تخرج من الرماد وتكسو بياضها المعتاد. يوسف صدوق، موفد 24، بيروت.